يعني كل التقل السياسي نزل من اجل احداث انا صار عم بيصرح علي حسن خليل سياسة نزل من أجل إحداث أو سحب البساط من تحتهم. طبيعة القانون شجعت قوى سياسية على أن تجرب تعمل اختراق على مستوى المنطقة، وهذا شيء طبيعي نحن رحبنا فيه وبعدنا بنرحب فيه، لكن مثل ما قلت نحن كتير مطمئنين المناخ العام اللي سائد بهالمنطقه واللي هو ملتزم بخط كمان انه الناس تشجعوا يلي ما كانوا قبل يصوتوا. هلا يمكن طبيعه الخطاب السياسي المرتفع بالفتره الاخيره، محاولات البعض الدخول على المنطقه بطريقه يعني مش مدروس كثير بالنسبه لإلهم، عملت تحفيز كبير، هذا الامر برايي نحن خدمنا. لعب على وتر الطائفيه بهالمناطق بالتحديد اللي عاشت كل عمرها يعني ايام الاحتلال الاسرائيلي وقبله وبعد، هل لمستوا انه مأثر كلام على الارض؟ وعي النار بكثير من اي حمله تحريض، وعي الناس بالمنطقه اكد على صيغه العيش الواحد اللي بتتمتع فيه واللي بيعتبر نموذج استثنائي لبنان بهيدي المنطقه، المسيحيين والمسلمين بين بعضهم والمسيحيين بين بعض. يعني بعد 7 أيام شو المعركه؟ يوم اخر.